كلنا بنعدي من شارع الجامعة، بنشوف جامعة القاهرة والقبة والساعة، لكن حد شاف المكان ده قبل كده وهو فاضي؟ طب حد شاف الجامعة وهي بتبني؟ صور النهاردة هي اللي هتورينا الكلام ده. أستاذ سمير، عايزين نتكلم على الصرح التعليمي جامعة القاهرة. جامعة القاهرة نبتدي منين؟ مفروض ندخل التنسيق الأول، ها، عشان ندخل الجامعة. عشان يعني. ندخل الجامعة؟ طب نعتبر إن احنا عدينا التنسيق ونخش بقى من البوابة. نخش من بوابة الجامعة. هنشوف أول حاجة معانا هنا القبة وهي لسه بتتشطب. يعني هنلاقي فيها هنا في الوش هنا لسه بيركبوا ال لسه في خشب فبيركبوا وبيركبوا عليها. دي طبعا مرحلة خلصت. فاحنا عايزين نشوف ما قبل كده كان ايه. هنيجي على الصورة دي وهنشوف قاعة المؤتمرات وهي لسه بتتبني. ده لسه على الأرض تماما، على الأرض مفيش حاجة. ده لسه المسرح هنا، التشييد بتاعه هيتم. ده سنة كام دي بقى؟ دي برضه 13؟ 13 يعني. تمام. كل ده بقى البدايات بتاعتها. تمام. هنا بقى القبة بعد ما اتشطبت، القبة بعد ما خلصت شايفينها من جوه بقى. بنشوف بقى الشكل بتاعها من جوه الجميل بقى عامل ازاي. وهنا المسرح من جوه بنشوف برضو هنا دي ده بقى الاستيج الملكي او الجناح الملكي بتاع الملك فؤاد، وعليه برضو هنا التاج اللي بيرمز للملكيه. حصل في بعض التغيرات تقريبا في السور مثلا. والله هو لكن اللي انا شايفه ان هنا بس اتحطت ساعه مطرح التاج الملكي. مفيش تغييرات كتير حصلت يعني، تغييرات طفيفه. دي صوره للمسرح برضو من جوه، دي برضو صوره للمسرح من الداخل بتاعته وكده. تمام. طبعا الفرش ده كله جابوه من ايطاليا. دي بقى صوره للجامعه من فوق، دي صوره اتخذت من المبنى من فوق، وطبعا يصعب ان الكاميرا تطلع النهارده انها تاخد هذا المنظر يعني. ليه بقى؟ لان في قبه. فاعتقد ان كانت هنا لسه مفيش قبه. فالحته دي الفاضيه دي، الساحه الفاضيه دي، ده اللي اتعمل فيها بقى قاعه المؤتمرات والقبه والمسرح. تمام. فاتخذت بقى اللقطه من هنا. لو احنا بصينا هنشوف شارع الجامعه. هو ده اللي في الوسط، شارع طويل مفيش مباني يمين وشمال، مفيش مباني خضرة ولا جناين، في كله جناين. طيب لو احنا بقى جينا هنا في ايه؟ في هنا كليه الفنون التطبيقيه. دي كانت بقى، نرجع لعصر السلطان حسين كامل. كليه الفنون التطبيقيه دي كانت اسطبل الخيل بتاع السلطان حسين كامل. معلش انا عارف هيزعلوا مني بتوع فنون تطبيقيه. بس مش مشكله نقول ان هم عاملين زي الحصنه، جامدين يعني عشان ما يزعلوش. ايوه تمام. فهنشوف بعدها هنا الجناين بتاعت حديقه الاورمان. دي كانت استراحه السلطان حسين كامل. طيب قبل ما نكمل ونخش على بقيه الصور، في معلومه عايز حضرتك تقولها لي بقى، اللي هو الفضل يرجع لمين في بناء جامعه القاهره؟ الاميره فاطمه اسماعيل، اللي هي برعت بالارض وذهبها وكل حاجه بالظبط. اللي هي الشقيقه الكبرى للامير فؤاد. عايز اوريكم صوره نادره بجد. ده الامير فؤاد وهو لسه طفل صغير. ومعاه اخته الاميره فاطمه اسماعيل. فاطمه هي دي بقى اللي برعت بالذهب وكده، اللي برعت بكل حاجه والارض بصراحة. وكل حاجه. تمام. فبنشوف هنا تعتبر دي صوره نادره لفاروق ولفؤاد. لفؤاد وفاطمه. وفاطمه. تمام. وده بقى فؤاد بعد ما كبر. ده فؤاد بعد ما كبر وتولى رئاسه الجامعه. هنرجع تاني برضو ونشوف هنا بناء بقى المدرجات بتاعه قاعه المؤتمرات. لسه هنا بتتبني. تمام. دي بقى صوره بعد ما كله خلص، برضو كله خلص، لكن هنا لسه القبه بتتشطب. تشطبات للقبه، وحتى حوالين المكان لسه ما توضبش. لسه ما توضبتش يعني عند دلوقتي طبعا. بالظبط. تمام. نروح بقى على الصوره اللي بعد كده يا استاذ سمير، ونشوف ده ايه الزحمه دي بقى. هنشوف هنا بقى زياره للملك فؤاد للجامعه. اول ما دخل كليه الاداب، فكان اول صدام ليه مع عميد الادب العربي الدكتور طه حسين. فطه حسين طبعا ده راجل ملوش حل، فطبعا فؤاد ما كانش بيعرف يتكلم عربي. كان عربي مكسر؟ ويا ريت مكسر، ده بيقول اللورد كرومر كان بيتكلم احسن منه عربي. ياه. فكانوا بيضربوا بيها مثل يعني. فاول ما اصطدم راح داخل على طه حسين. فاللي حصل ان دخل في خلاف جامد جدا معاه، فيظهر ان هو شتموا بعض. هو قال له يا اعمى. فقال له الملك فؤاد، قال له طه حسين يا اعمى. يا اعمى. فقال له احمد الله انني اعمى حتى لا ارى وجوهكم الكريهه. فطبعا كان لازم يعني يقيله من الجامعه. فاقاله من الجامعه،
قامت مظاهرات للطلبة غير عادية، رفعوا الدكتور طه حسين وحصل إضراب في الجامعة، إن كلهم طالبين طه حسين يرجع. لكن هو طه حسين رفض. فكان عميد الجامعة الدكتور لطفي السيد، فراح الدكتور لطفي السيد استقال تضامنا مع طه حسين. فعلا. فالطلبة كلهم قاموا برضه، هيصة بقت في فوضى جامدة جدا في الجامعة. فعشان يقدروا يلموا المواضيع رجع في استقالته لطفي السيد، لكن طه حسين مرضيش. صمم يعني ناس كانوا زمان عظماء قوي يعني. زمان اللي بنوا الجامعة كانوا مستمتعين بيها لأنها كانت أول جامعة في مصر، دلوقتي إحنا برضو مستمتعين بيها لأنها أقدم جامعة وعلامة من علامات مصر. رامي رضوان، OTV، القاهرة.